اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا نرحب بضيفنا ونجمنا النهارده في المحترف الناقد الرياضي ايهاب الجنيدي. يا بوب مساء الفل عليك. مساء الفل عليك كابتن هاني، وتحياتي لكل جماهير النادي الاهلي ولحضرتك ولكل عاملين في القناه. حبيبي منورنا يا بوب. والنهارده اعتقد يعني هنتكلم على الكوره بقى الحقيقيه، هنتكلم على الكوره الجميله اللي بيقدمها اليورو بطوله الامم الاوروبيه في المانيا 2024. بتسهر بقى وتكمل كوبا امريكا ولا خلاص يعني على الساعه 12 بيبقى وجبه دسمه؟ يعني في مشكله في كوبا امريكا طبعا للمشاهده، والقنوات النقل ليها صعب جدا، مفيش قنوات بتنقلها، فتضطر تشوفها على الانترنت لو حاجه نقله المباريات. انما اليورو بقى كل يوم المباريات يعني حاجه متعه، يعني متعه نتكلم عليها، لان الحقيقه يعني واضح من البدايه دايما البطولات بتبقى تدريجيه شويه، لكن احنا شايفين الحقيقه بطوله اليورو منطلقه بشكل اكتر من رائع، مباريات مثيره جدا جدا، قد تكون منتخبات من الليفل بي ظهرت بشكل اكتر من رائع. هتكلم معاك في كل ده بالتفصيل، لكن عندنا كمان عبد الرحمن زكي، ده لاعب مصري بيلعب في قطر معانا، نبص على البروفايل بتاعه ونرجع مره تانية مع حضراتكم. ما زلنا عند هذا الملف، والمحترف وشاشة قناة النادي الأهلي دايما من خلاص من سنتين بنتكلم على ملف اللعيبة المصرية اللي بتلعب خارج مصر، وخاصة في الدوريات الأوروبية، كمان في الدول العربية والخليج بعض المصريين بيلعبوا على مستوى جيد جدا. إن شاء الله بإذن الله يعني عايزين نشوف تحرك في هذا الملف بشكل سريع من الاتحاد المصري لكره القدم. خلينا يا نرجع لل، عايز اقول لك يا كابتن على ذكر الحراك عرضته امبارح، كان في لعيب مصري اسمه عبد اللطيف ابو قوره برضه بيلعب في الدوري الامريكي، احرز هدف جميل جدا حديث وسائل الاعلام الامريكيه امبارح، 19 سنه جنسيه مصريه، و الحقيقه عدم الالتفات للعيبه دي، حتى اللعيب اللي وسائل الاعلام بتطرحها بقى لها كذا يوم، النادي الاهلي بيفاوضه في الدفاع، يوسف ايمن لعيب مميز جدا، وقال له النادي الاهلي بيفاوضه، لسه ما فيش اي حاجه رسمي طبعا في الكلام ده، بس برضه لعيب مصري، وادي عبد الرحمن زكي، الدوري القطري فيه لعيبه كتير جدا مصريين، ده حقيقي لعيبه في العالم بتنشط، لعيبه صغيره ممتازه جدا، مش عارف فين هي فين النقطه اللي بتتكلم عليها، لعيبه صغيره يعني. احنا دايما بنبص احنا عندنا منتخب ان شاء الله باذن الله نوصل بيه لكاس العالم، لكن ما هو بعد، احنا عندنا منتخب اولمبي رايح للاولمبياد، لكن الصف الثاني والثالث احنا بنتكلم على اللعيبه اللي عندها 17 و16 سنه. لسه بتكلم معاك قبل الهوا يعني لامين جمال بيلعب 16 سنه وبيلعب في بطوله اليورو الحقيقه، ونماذج كثيره الحقيقه في الدوريات الاوروبيه، في لعيبه كثيره صغيره من، لكن ملف يعني يستحق الاهتمام من اتحاد الكوره، واحنا وراه يعني، احنا مش هنيأس واحنا مش هنمل. لكن سريعا كده قبل ما اطلع فاصل، رؤيتك للضغط الكبير جدا جدا للعيبه النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، هيشتغلوا ازاي؟ الروتيشن هيكون ازاي؟ واستعدادات طبعا يعني النهارده كان في تدريب استعداد لمباراه الزمالك بكره. طبعا النادي الاهلي في مرحله مضغوطه جدا بسبب قدره، هو قدره خلاص، كل سنه النادي الاهلي ممثل مصري في بطولات افريقيا، بيشارك في كذا بطوله، السنه دي دخل الدوري الافريقي البطوله الجديده، تعبته برضو صحيح زياده مع دوري ابطال افريقيا، فبقت عنده الاجنده مضغوطه جامد. احنا شفنا الايام اللي فاتت حتى في العيد كل يومين اليوم الثالث يلعب ماتش، يومين واليوم الثالث يلعب ماتش. البعض كان بينتقد مستر كولر في الفتره اللي فاتت، بس الراجل كان باصص لقدام في الروتيشن، صحيح يقول لك ما فيش تشكيله، طب احنا امتى نشوف تشكيله ثابته الاهلي؟ لا انا معاه تماما في اللي عمله طوال الفتره الماضيه، لان احنا دلوقتي خلاص بقينا بنشوف ان ضغط المباريات كبير، ولكن ما بنحسش بفرق كبير. بيغيب علي معلول لفترات كبيره، كريم فؤاد بيظهر وبيأدي بشكل كويس، غيره بيلعب، عمر كمال عبد الواحد بيلعب مكانه احيانا، غاب محمد هاني لظروف مباراتين، رجع تاني عمر كمال عبد الواحد اتصاب، الضغط ده عامل ضغط على اللعيبه جامد جدا، قدر يحله مستر كولر بالروتيشن اللي عمله الفتره اللي فاتت. حتى المباراه الاخيره دي انا عجبني جدا انه رايح الشناوي ورايح مروان عطيه ورايح محمد عبد المنعم، لان اللعيبه دي بذلت مجهود كبير برضو المباراه اللي فاتت وكانت اساسيه بشكل كبير، وبالرغم
بالرغم عن كده كمان، بالرغم عن كل اللي احنا بنقوله والجهد الكبير جدا والضغط الكبير على لاعبي النادي الاهلي، الحقيقه في مكسب، وده المهم يعني في الظروف اللي زي ديت. كلنا بنحب الكره الحلوه والجميله والمكسب، والثلاث نقط بيكون بشكل اكتر من رائع لو في كوره كمان، لكن احنا الحقيقه في ظروف صعبه الاهم هم الثلاث نقاط، وان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. نطلع لفاصل سريع ونرجع مره ثانيه مع حضراتكم.